معلش انا بس جاي اطمن عليك لان مصطفى طلب مني كده. طبعا ما هو عارف احنا اصحاب قد ايه. اتفضل اقعد معايا شويه، ان شاء الله 5 دقايق. يقعد فين يا نادر؟ الساعه 11 مساء. انا متاسف جدا، عندك حق، هنزلك. لا حضرتك هتقعد وهتشرب شاي كمان. ان ما بطلتش الاسلوب ده معايا هتاخذ معاك اجراءات دمها تقيل جدا. دمها تقيل يا ليلى؟ طب قول لي يا باشا، لما 4 رجاله يجوا بالليل ويدخلوا ويقعدوا ويشربوا شاي وياكلوا، يبقى ايه الحل يا باشا؟ وانا اللي بخدم عليهم. اربعه مين دول؟ اصحاب ال4 كوبايات اللي انا شايلهم عشان اغسلهم. انت ناسي يا ليلى؟ 4 كوبايات ايه؟ لا انا ما جانيش حد خالص. امال دول بتوع مين؟ مش بتوعي. بقول لك ما جانيش حد خالص النهارده. على طول كده يا باشا، جهزي دماغها وما تحسش. عايزه ترمي نفسها من البلكونه لما اجي اصور فيها تقول لي ما حصلش. تمشي بالليل ومش دريانه، ناس تيجي تقعد وتشرب شاي وتقول لي ما حدش جه. كذاب كذاب والله العظيم كذاب. خلاص خلاص يا ليلى انا كذاب، بس خليك فاكر يا باشا ان انت جيت النهارده وهتقعد وهتشرب شاي وانا اللي هعمله لك كمان. خليكي فاكره يا ليلى حكايه الشغالين اللي انت طردتيهم، ولا مش فاكره؟ انا طردت الشغالين؟ لا انا ما طردتش الشغالين. الأمور عمالة تتأزم يوم بعد يوم. الظاهر نبيني استغنى عن خدماتي. معقول بعد خدمتك الطويلة دي يا خالي؟ أيوة، ما هو ملهمش غالي ولا عزيز. إيه ما قلتلك؟ ما سمعتش كلامي. معلش، ده اللي حصل. طب ما تعمل حاجة كويسة قبل ما يمشوك. ما أنا جاي أقولك إن مصطفى هيخرج قريب إن شاء الله زي ما وعدتك. طب وأيمن؟ لا، مسألة أيمن دي مسألة صعبة جدا. طب ما تعمل حاجة للمستقبل يا خالي. بكرة لما هتطلع من الخدمة هتلاقي كل اللي حواليك بعيد عنك، لكن لو عملت خير اليومين اللي جايين هتلاقي أصحابه واقفين جنبك. صدقني انا يا خالي، انا قلت لك يا عزيزه مساله ايمن دي مش في ايدي ولا في ايد اي حد، دي في ايد اكبر راس انجليزي هنا وفي الحكومه المصريه كمان. مش عارف اقول لك ايه، بس دول مصممين يقتلوه. يقتلوه؟ دي تبقى كارثه كبيره قوي. ربنا يستر. لازم تعمل حاجه يا خالي، لازم ارجوك. انا اقوم امشي احسن. مش قبل ما توعدني. اوعدك بايه يا عزيزه؟ ما انا قلت لك مفيش في ايدي حاجه اعملها. لكن لو فضلت في الخدمه هتقدر. الله اعلم. بقول لك ايه يا عزيزه، انا كل مره اجي لك عشان ترجعي للباشا بمشي ايد ورا وايد قدام. انا هرجع لوحدي يا خالي، ما تشغلش بالك بيا. طيب سامع الباب؟ لا سامعه طبعا. ما فتحتش ليه؟ بس مش شايفه يا غبي. انت خفيف. شمس، ازيك يا درويش؟ الحمد لله على السلامة. يا ألف الحمد لله على السلامة يا شمس. الله يسلمك يا حلاوة. اتفضل يا سي حلاوة. ايه الريحة الجميلة دي؟ الله، امسك امسك العصايه. الله الله الله. يلا يا شمس. يا فاطمه يا فاطمه. اي تعال الله يكرمك، حطي لي الطبليه هنا وقعديني قدامها. حاضر. ايوه تعال. الله ينور عليك، الله ينور عليك. متشكر متشكر قوي. انت لسه هنا؟ ما تروحي تشوفي حاجه كده للغدا، يعني شويه عسل على حته جبنه على لقمتين عيش. يلا يلا.
امال ايه اللي معدى؟ لا اللي معايا ده مفيش دعوه بيه، دي حاجات عشان العود. عيش ايه؟ ما احنا كلنا عيش كتير. الله يا ماله. الله 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 الله، او كده طعم اللحم ولا بلاش يا اخوانا؟ اصحى عليك يا ولد حياوه، هتاكل لوحدك مش تستنى مدرش لما يجي. ولا مد ايدك يا فاطمه، العسل والجبنه يا بنتي، هموت من الجوع. خلي دول هنا بقى، نحل بيهم بعد الغدا ان شاء الله. كنت متاكد انك مش هتوفي. لا بس دخت شويه على ما وصل. ما هي السكه صعبه يا شموسه، قلت لك ما تخافش يا درش، انا قدها وقدود برضه. الله 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 الله، ده احنا بقينا بنتكلم اهو زي ناس ضرب ابن برقوق وحاره هواديز. بص يا درويش، انا قلبي حب الناس اللي في ابن برقوق، يبقى اكيد لساني هيتكلم زيهم. استنى 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 استنى، ده كده خطر عليا قوي. خطر ليه؟ انت كده هتنفسيني وتكتبي الشعر. لا لحد كده بقى وما اقدرش. المهم طمني، انت عامل ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ انا الدنيا ماشيه بيا، ساعات تخبط معايا ساعات تسيبني في حالي كده يعني. المهم انت اللي طمني، كتبت قصيده جديده ولا لا؟ كتبت لك انت قصيده؟ لا يا درويش كده غلط كبير قوي، انا وكتبت لك قصيده مره واحده وخلاص، بعد كده بقى اسمه تضيوع. عارفه يا شمس، انا قبل ما احبك كانت حياتي في الشعر ماشيه في اتجاه واحد، في السياسه، لكن دلوقتي بقى عندي اتجاهين، ده شيء جميل. مش عايزين اي اتجاه يغطي على اتجاهك الاساسي. انت اهم اتجاه في حياتي يا شمس، ما تتصوريش حبك بيزيد في قلبي قد ايه. كفايه ان انت الوحيده اللي بتسالي عليا في عز نار الغربه والهروب، وده مخليني اخاف على نفسي عشانك. تصدقني؟ اصدق؟ اصدقش ليه؟ شموسه انا محتاج اقلام كتير ورق اكتر. بس كده شمس، انت بتحبيني فعلا؟ ليه؟ مش باين عليا ولا ايه؟ طب لو بتحبيني بجد بلاش تيجي هنا تاني. انت بتقول ايه يا درويش؟ اوكي يا شمس، ما اختفي ما تدوريش عليا، وانا ان شاء الله لما يزول الخطر هجيلك بنفسي. انت بتخاف عليا يا درويش؟ اكتر من الخوف على نفسي. ارجوك يا شمس اسمع الكلام. لا يا درويش مش هسمع كلام، مش معقول اشوفك بتخاف عليا الخوف ده كله، مش عايزني اخاف عليك ولا حتى اقف جنبك. اسمع الكلام يا شمس ارجوك. لا مش هسمع يا درويش، وهاجي لك بكره وهجيب لك الاوراق والاقلام اللي انت عايزه، وهاجي الاقيك كتبت قصيده جديده للناس، الناس اللي بتحبك يا درويش وبتسال عنك. ترى هو راح فين؟ اختفى فين؟ ترى هو خاف بعد ما اتفاجئ المره دي ولا ايه؟ عاوز الحقيقه يا شمس، ما فعلا بعيد خواف، ده اللي مخليني ضعيف قدام نفسي. وايه اللي غيرك كده يا درويش؟ ما انت كنت اشجع الناس، ما انت كنت حبك يا شمس، حبك هو اللي غيرني. خوفي عليه لا يضيع، خوفي عليك انت كمان، خوفي على نفسي من نار بعدك لما يحبسوني وما اعرفش اشوفك. عرفتني بقيت خوف غريب يا درويش، انا كمان ان حبك هو اللي غيرني للاحسن، هو اللي خلاني اعرف يعني ايه شجاعه وقوه ووطنيه واصرار، ونساني الضعف والخوف والسطحيه اللي كنت عايشه فيها. لا يا درويش، لازم ترمي الخوف ورا ظهرك، لان الحب هو اللي بيدي امل ومستقبل للي عنده مستقبل. انا مستقبلك يا درويش واملك كمان، مش ده كلامك ليه ولا نسيت؟ ده صح الامل والمنى، بس مش كل حاجه بيحتاجها الانسان، مش كل حاجة بيتمناها الإنسان بتتحقق. أنا عارف إن أنت مستحيل بعيد. إيه السواد ده كله يا درويش؟ من السواد يا شمس بالحقيقة. بس بقول لك إيه؟ إن شاء الله لما هتيجي المرة الجاية هكون مجهز لك قصيدة جديدة مبسوطة. أهو كده الكلام يا درويش.
الضم. هيا نظام. طبعاً ما كنتيش متوقعة مش كده؟ لأني عارفة أنك بتخاف تيجي الحتة اللي زي دي. أو يا ستي أديني ما خفتش أهو ولا حاجة. أنت هتخاف من إيه يا باشا؟ خلي الخوف اللي زينا. حاجة واحدة بس اللي تخوفني، أنت وأمثالك. أمثالي؟ أيوه، الرعاية اللي أنا دخلتهم قصري وضحكوا على بنتي وأقنعوها بالشعر والسياسة والوطنية والكلام الفارغ ده. يا ريتني ما عملت الحفلة دي ولا دخلتهم قصري من أصله. كويس إن أنت اعترفت إن أنت السبب مش أنا. أيوه بس أنت اللي داريتي عليها لحد الموضوع ما كبر وخرج عن إيدي. أنت اللي خدتيها بعيد عن قصر أبوها وحمايته ليها، لدرجة إنها بتخرج وتدخل على كيفها وجريت ورا الواد الصعلوك الشاعر ده لحد الأرياف. شفت يا عزيزة هاني وصلت بنتي شمس لفين؟ واسألي خالك المحترم، هو عارف كويس اللي ممكن يحصل هناك، وشمس بتعمل ايه عشان توصله. أنا مش مسؤولة عن اللي بيحصل يا نظام، وانت عارف كده كويس. مش كل لما ما يعجبكش حاجة هتعلقها عليا. لازم تعرفي كويس قوي ان انا مش هسيب بنتي شمس للضرب البرقوق بتاعك ده، ولا هسيبها للواد الشعر الهايف ده كمان، وهو هو اللي جابه لنفسه. هتعمل ايه يعني؟ هقتل، خلي ابراهيم يضربه بالرصاص، يقول انه قاوم لما جه اعتقله، خصوصا ان الواد ده مطلوب قوي الايام دي. دي جريمه. ولا بيحصل لبنتي ده مش جريمه؟ ابراهيم مش هيوافق، خصوصا اليومين دول. لا ما تقلقيش، ابراهيم هيوافق قوي. اللي زي ابراهيم مش سهل انه يتغير، اول ما يشوف روزا من البنكنوت هيوافق ويرحب كمان. ايه الركع على الاصل، ما انت عارف. بعد كده هبيع كل املاك في مصر واخد بنتي ونسافر على باريس، وهناك هخليها تاخد الماجستير والدكتوراه من السوربان. انت ما فكرت الشمس ممكن تحزن قد ايه لو درويش جراله حاجه؟ يعني هتعيط لها كم يوم كده وبعدين هتنسى، باريس هتنسيها كل حاجه، وهي فرصه برضو اكشف على قلبي هناك لانه بدا يتعبني من تاني. قلبك تاني؟ ما تفرحيش قوي كده، مش هموت، مش هتورثيني يا عزيزه. انت هتفضلي عايشه طول عمرك في الضرب البرقوق بتاعك مع فقرك وهلهيلك، مع بنتك اللي عمرها ما هتعرف انك امها، وما فيش حد هيدق بابك غير امثالك من الناس. شمس مش هترضى تسافر معاك ومش هتسيبني ابدا. ده في المشمش زي ما بيقولوا اهل البرقوق بتاعك. شمس هتسافر، اكيد هتسافر، ولو حتى ترددت هقولها ان انا رايح باريس علشان اتعالج، اكيد هتسيب اي حاجه في ايدها وتيجي معايا. عزيزه مجيتي دي مش سهله، ارجوك فكري فيها كويس واعملي حساب كل حاجه كويس قوي. شمس مش هجيلك هنا تاني لوحدها، انا هكون معاها لغايه ما تسافر ولغايه ما اخلص من درويش الكلب ده كمان. سلام. جاري اطمن عليكي، عمل فيكي حاجه؟ قلب حياتي زي ما طول عمره بيعمل. We'll be right back.
يعني كله تمام يا سعادة المأمور؟ لا لا طبعا انا متأكد. طب انا متشكر جدا، مع السلامة. انا اسف جدا يا ليلى. انا لا ابدا، مفيش حاجة. منير اخويا يا باشا بقت تصرفاته فظيعة وبشعة، لا قادر استحملها ولا استوعبها، ده بيجنني فعلا. طب لما انت عارفة كده ساكتة ليه؟ اعمل ايه؟ ده اخويا يا باشا. تقفي قدامه وتوقفيه عند حده بقوتك وصلابتك، مش بضعفك وتعبك الواضح عليك ده. اللي انا عارفاه انه ابو ولادي هو السبب. يا ترى هو السبب الحقيقي ولا في حاجة تانية؟ الحقيقة كل شيء جايز، ما تستبعديش اي حاجة، المهم ارادتك لازم تبقى قوية. انا نظام باشا تقول لي لا؟ تقول لي لا بعد ما رحت لها هناك؟ مش معقول، انا مش قادر اصدق. انت بتحبها قوي كده يا باشا؟ انا احب دي ليه؟ ما مجنون، انا مجنون، انا احب العزيزة دي. صحتك. تعرفي انت اللي غالي عليا قوي، تسمعيني في احزاني وتفرح الفرح. تصدقي بنت دورة تاني من انا بحبك انت. بقول لك ايه يا باشا، قوم نروح بيت ابراهيم، هناك هتبقى احسن من هنا كتير قوي. لا 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 يا ابراهيم لا، وبعدين انا مالي ما هنا، ما انا كويس قوي. هو في صدقني يا باشا انا زعلانه عشانك قوي قوي قوي. لا هو تقولك ايه زعلانه علشاني؟ انا ما احبش حد يعطف عليا او يشفي عليا. ايه زعلانه عشانك؟ عطف ايه بس يا باشا، انا ما قصدتش كده خالص. اهدى حضرتك، في صحتك. صحتك. تحب نرقص يا باشا؟ لا انا تعبان، عايز انام. روح. اوكي يا باشا اشوفك بكره. تحب اوصلك؟ ميرسي قوي، السواق معايا بره احسن. باي باي. باي باي. باي. عزيزة مجرمة، انا تقولي لي لا بعد ما رحت لك هناك؟ تقولي لا؟ تعالي لابوك يا شمس، ابوك عايزك. مالك يا ماما؟ هياخدك مني يا شمس، مش هشوفك تاني. طب في ايه بس؟ اهدي نفسك، اهدي نفسك كده وقولي لي في ايه. ابوكي كان هنا وهددني بيكي. اوعي تسيبيني وتسافري باريس، مش هيرجعك تاني. هو اللي قالك كده؟ ايوه. وصدقتي؟ لو كنت شفت عينيه وهو بيتكلم كنتش تصدقي اي حاجة يقولها. حكاية درويش مجننه، تعرف انك بتروحي له البلديه، ده حتى هدد بقتله. هي حصلت لدرجه دي واكتر من كده؟ لو ما رحتلوش يا شمس هيجي هنا تاني وهياخدك بالعافيه، ومش هيخليكي تيجي هنا تاني. انت متهمني بان انا السبب في كل اللي بيحصل. ما تخافيش يا حبيبتي، انا مش هخليه يجي لك هنا تاني. ازاي يعني؟ هروح له بنفسي وهتناقش معاه. هدي انت نفسك الاول، ما تشغليش بالك خالص، وانا بكره باذن الله هاجيلك واحكيلك على كل حاجه. اتفقنا؟ احنا اولاد مصر يا استاذ مصطفى، وبنحب بلدنا، وده شيء واجب على كل وطن. سعادتك عندك حق طبعا. حقيقي بقى الولاد دول يفرحوا بصحيح. يا سلام عليهم، يا سلام لو كنت معاهم وشفت عملوا ايه يا استاذ مصطفى.
انا متاكد يا سعاده المامور، وبعدين انا متاكد ان الاولاد دول هما اللي هيحرروا البلد، لان هما مستقبلها، وبعدين البلد كمان مستقبلهم. بس ساعتك ما قلتليش حضرتك شفت ليلى امبارح؟ ها؟ اه طبعا رحت لها. واخبارها ايه يا ترى؟ هو اصلا انا الحقيقه يعني ما عادش كتير، قعدت معاها حوالي 5 دقايق هي واخوها ومشيت على طول، لان يظهر ان انا زيارتي دي صحتهم من النوم، كانوا نايمين ولا حاجه، ما عندكش فكره انا كنت محرج ومكسوف جدا منهم يعني. وساعتك رحت متاخر للدرجه دي؟ اه يعني هو يعني الحقيقه كان في حدود 11 ونص 12 يعني، انا مش فاكر بالظبط، بس هي كويس، هي كويسه يعني. ساعتها المامور فيه ايه بالظبط؟ ليلى مال مش قادرين نوصل للي فجروا المعسكر النهارده. ايمن واللي ما جوه السجن، مصطفى كمان محبوس، درويش مستخبي مش بيطلع، يبقى لازم ندور على حد تاني. ده حتى درويش مش قادرين نوصله عن طريق مفهوم. بليز مستر ابراهيم جو اوت شوي، استنى برا. امر جنابك. شمس خلاص اتعلمت ازاي تكشف اي مراقبة وتهرب منها. تعرف حضرة ظابط، انا كتير معجب بالبنت دي. اللي مكتفنا عنها انها بنت نظام باشا، غير كده انها تقرب لابراهيم، اعتقد انه يبقى خال والدتها. جود، اقبض عليها. ايوه بس شويه كلام شويه تهديد، هي لازم يعترف، يقول فين مكان درويش. بس حضر الظابط لازم انت تتكلم معها شويه ذوق، بنت واحد باشا انت مش ينسى. ايوه بس لو ما قدرناش نوصل معها الحل، ايه اللي ممكن نعمله؟ سيبوها محبوس شويه تعذيب، هي لازم يعترف، انت مش ينسى دي واحد ست. بس المهم الاولاد فجروا المعسكر، لازم اقبض عليهم في ظرف واحد ليله، مفهوم؟ باذن الله يا فندم باذن الله. صحيح باذن الله، انا اعرف باذن الله، بس دي امر اقبض عليهم. مش راضي عني الفرح. وبعدين بقى موضوع فرح ده دلوقتي يبقى سابق لأوانه. قصدك يعني بعد ما نخرج من السجن؟ انت لو خرجنا اكيد هنخرج. تفتكر الظلم اللي احنا فيه ده عمره هيطول؟ يعني هي مسألة بتاخد لها وقت شوية. استنى، وانا يعني كان وراي ايه؟ انا كده مسجون وكده مسجون، مش هخرج من السجن ده غير لما الظلم يموت، ويا بخت من يعيش. شمس يا حبيبتي، كده تغيبي عليها طول النهار؟ انا زعلانه منك يا بابا. لا يا حبيبتي، وانا ما اقدرش على زعلك ابدا، تأكد ان اي كلمه او اي حاجه هكون عملتها يبقى ده علشان خاطر عيونك انت. حتى لو كنت رد موضوع السفر ده نهائي. لازم يا حبيبتي، لازم نخلص من الجو اللي احنا فيه ده. انا حبيع الارض والعزبه والقصر ونسافر. بابا، ماما قالت على كل الكلام اللي حضرتك قلته لها هناك، وللاسف
انا مش هسافر واسيب مصر ابدا. طب ومستقبلك ودراستك في السوربون؟ مستقبلي هنا يا بابا في بلدي، وخصوصا في الظروف اللي مصر فيها دلوقتي. البلد دي احنا ملناش حد فيها. حضرتك اللي اخترت كده يا بابا، وده الخلاف الحقيقي اللي بيننا. الخلاف الحقيقي اللي بيننا بسبب درويش الكلب ده، هو اللي حرضك عليا وعلى السفر وعلى كل حاجه. بالعكس يا بابا، درويش بيخاف عليا فوق ما تتصور. انا بقى اللي مش بخاف عليكي؟ انا اللي اخترت اني مش هسافر واسيب مصر ابدا بمحض ارادتي، من غير ما اي حد ياثر عليا. وارجوك يا بابا، ارجوك ما تصعبش عليا الموقف اكتر من كده. نظام باشا موجود؟ ايوه موجود، بس اديله خبر اني عايز اقابله. سعاده الباشا، في واحد ظابط. ايه ده؟ انت ازاي تتجرأ وتدخل بيتي من غير استئذان؟ انت عارف انت داخل فين وده بيت مين؟ انا اسف يا باشا، بس لازم ادي واجب. واجبك ده ايه؟ يكون في علمك انا ما عنديش اي علاقات باي حد ممكن يكون موضع شبهه. احنا مش جايين لسعادتك يا باشا. مال جايين عشان مين؟ تقالي شمس هانم تقدر تجاوب على السؤال ده. حصلت تتجرأ وتيجي تقبض على بنتي هنا؟ هدي نفسك يا باشا، هما سؤالين صغيرين عندنا عن شخص هربان. احنا ما نعرفش اي حد ممكن يكون هربان من البوليس. تحرياتنا اثبتت انها على اتصال دائم بالشاعر درويش، وهي الوحيده اللي عارفه مكانه بعد ما هرب مننا. انت عايزين منه ايه؟ اسكتي يا شمس اسكتي. انا جاهزه يا حضره الضابط وتحت امر. جاهزه فين وتحت امر وتروحي فين؟ ما تخافش يا بابا، انا هرجع لك على طول. ترجعي على طول؟ هو انا مش عارف هما بيعملوا ايه؟ خروجك من هنا على جثتي. ارجوك يا سعاده الباشا، احنا بننفذ الاوامر. الو، معالي الباشا موجود؟ طب الحمد لله. قول له انا نظام باشا. انا معاك نظام باشا فوق الاوامر. دلوقتي تشوفوا نتيجة فعلتكم دي ايه. ايوه الباشا في اجتماع، قلت له ان انا عايزه ضروري. طيب انا منتظر تليفون. في اوامر عليا يا سعاده الباشا، ممنوع تدخل اي حد في القضايا السياسيه، وخصوصا قضيه زي قضيه درويش ده. اوام لفقت له تهم جديده. عمل ايه درويش عشان ده كله؟ للدرجه دي كلامه بيرعبكم؟ شمس اسكتي اسكتي ارجوك. اتفضلي معانا يا انسه شمس. لا انا قلت شمس مش هتخرج من هنا الا على جثتي. ارجوك يا سعاده الباشا، شمس هتيجي معانا، يعني هتيجي معانا، فمن فضلك ما تخليناش نعمل عمل ما يرضكش. طب خدوني انا بدلها. يا معالي الباشا ارجوك، انا بقول لجنابك ان في امر رسمي بالقبض عليها، يعني مش همشي من غيرها. اللي هيقرب لشمس انا هضربه بالنار. لا لا يا بابا لا، ارجوك سيبني امشي معاهم. قلت لك ما تجيش لها بدرويش الكلب ده. ما سمعتيش كلامي وده انت شايفه النتيجه. يا حضره الضابط يا حضره الضابط، الواد الشاعر ده ابراهيم بيه هيخلصكم منه خالص. ابراهيم بيه ده يبقى خال والده شمس، وانا اتفقت معاه خلاص انه يخلصكم منه خالص. لا لا يا بابا لا يا حضره الضابط، عمل ايه درويش علشان يموت؟ اعمل لكم ايه؟ تسالي لما تروحي هناك يا هاني. انا خدمت السرايا طول عمري، كنت بنفذ الاوامر وانا مغمض عينيا عشان ما يجيش اليوم اللي اي حد يجرؤ ويعتب باب سرايتي دي. مولانا جلاله الملك، لو عارف انك عتبت باب السرايا دي انت مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك. انا نظام الدين باشا وانا بنفذ الاوامر. يا وانا فوق الاوامر. يلا يا حضره. لا 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 بابا بابا لا يا بابا، اوعى تعيط، اوعى اشوف الدمع بعينيك يا بابا. انت يا شمس اللي دموعك نازله حبيبتي. لا يا شمس لا، اوعى 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 تعيط وانا موجود في الدنيا. لا حبيبتي لا. حضرة الضابط بابا تعبان قوي، انا ما اقدرش اسيبه بالشكل ده. يا حضرة الضابط ارجوك سيبني معاه. واحنا هنسيب حد من رجالتنا معاه؟
لا اسمعني عشان خاطري لو سمحتي سيبني معايا اول ما اطمن عليها اجيب نفسي. قومي معايا شمس هانم. بابا شمس ارجوك بابا. سعادة الباشا. اسمك؟ شمس نظام الدين باشا. عارف والله عارف. سنك؟ 19 سنة. عظيم. يا ترى يا انسة شمس اخبار درويش ايه النهاردة؟ معرفش عنه اي حاجة. بس انا متأكد انك تعرفي عنه كل حاجة وتعرفيها كويس قوي. حتى لو عارفة مش هقولك. بس انت كده بتدوري درويش نفسه. هروب الطويل ده والكل بيدور عليه مش في مصلحته. احنا عاوزينه عشان نتفاهم معاه ونقفل الموضوع. اي موضوع؟ درويش عمره لا قتل ولا سرق ولا حتى وزع منشورات. يبقى عايزين تتفاهموا معاه في ايه؟ كلامه اللي بيكتبه ده اقوى من كل الكلام اللي انت بتقوليه دلوقتي. لانه حقيقي وصادق وبيكشف للناس البلاوي اللي بتحصل في البلد. باين علينا مش هنعرف نوصل لحل معاكي. والظاهر انه علمك كام جمله من بتوعه دول. شوفي احنا هنجيبه ولا بعد مليون سنه اذا ما اتكلمتيش بالذوق. ايه هتلفقولي تهمه انا كمان؟ لا لا لا. شوفي يا انسه احنا عاملين حساب للباشا والابراهيم بيه وانا ما اقدرش اضمن ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. وانا ما عنديش كلام غير اللي قلته. ازاي تتخطاني يا حضره الضابط وانت عارف صله القرابه اللي بيننا؟ في اوامر عليا يا ابراهيم بيه. كان لازم تديني خبر. كنا اتصرفنا بطريقه تانية غير اللي حصلت دي واللي راحت عيطها الباشا. ايه بابا مات؟ لا اطمني هو في المستشفى دلوقتي ومامتك معاه. عارف لو حصل لبابا اي حاجه انا هحملكم المسؤوليه. قبضوا على شمس يا عزيزه. حبسوها. خليك في صحتك يا نظام. ابراهيم هيتصرف ويخرجها ويمكن تلاقيها داخله عليك دلوقتي. لا يا مش هتلحق. ليه بتقول كده؟ ربنا يطول في عمرك. تدعي لي دلوقتي يا عزيزه؟ انا برضو عندي اصل لازم اقف جنبك لانك ابو بنتي وجوزي كمان. جوزك من غير حب ما يسواش كتير. انت جرحتيني. لا جرحتيني ايه؟ انت ذبحتيني. ذبحتيني يوم زفافي عليكي وفرحتي بيكي لما قلت لي انا بكرهك. احساس يقتل اي راجل، فما بالك لو الراجل ده نظام. وانت عارفاني وعارفه كبريائي. انت ما تعرفش الحب يا نظام. انت عمرك ما حبيت غير نفسك وعمرك ما حبيتني. عمري ما حبيتك؟ امال كل اللي عملته في حياتي ده عملته ليه؟ امال اتجوزتك ليه؟ فضلت متحمل كرهك ليا طول العمر ليه؟ لسه محتفظ بيكي لغايه دلوقتي ليه؟ ده انا كنت بموت 100 مره في اللحظه الواحده لما تنطقي اسم مصطفى فرح. ليه؟ مفيش غير جواب واحد يا عزيز. اني حبيتك وحبيتك بجنون وحموت واسمك على لساني. وجاي تقول الكلام ده دلوقتي؟ عمرك ما فهمتيني. كان نفسي تحسيني من غير ما اقول. كان نفسي تقري عن ايام من غير كلام. كان نفسي يا عزيزه نظام رد علي. نظام دكتور وايمن. ازاي يا مصطفى؟ كويس جدا. دلوقتي تشوفه بنفسك. قلبي عنك. ربنا صبرنا لحد ما يخرج. لا انا مش بتكلم على ايمن. مراني ايه ده؟ معقولة الأخبار تجيلنا هنا قبل ما توصل لكم؟ أخبار إيه بس يا بابا؟ شمس اتقبض عليها من بيت أبوها امبارح بالليل. وإيه السبب؟ بيقولوا هي اللي عارفة مكان درويش وده يديهم الحق إنهم يقبضوا علينا. وأبوها الباشا سابهم يعملوا كده؟
ما هو الظاهر القبض عليها جه نتيجة أوامر عليا. ده معنى كده بقى إنك ما تعرفش كمان إنه تعب امبارح بالليل ونقلوه المستشفى. لا ما أعرفش طبعا. أعرف منين؟ أنا هعدي عليه بعد ما أخرج من هنا عشان أطمن عليه. ماما الحمد لله. أنا كويس الحمد لله، حتى أسأل الأستاذ مصطفى. إزيك يا فرح؟ الحمد لله كويس. أنت عامل إيه؟ الحمد لله. أحسن مما كنت بره. يعني إيه؟ يعني هنا ماما أنا حاسس بأمان أكتر. يعني إيه؟ عايز تفضل هنا على طول ولا إيه؟ يا ماما لحد بس ما الأمور تتغير وبعد كده يحلها ربنا. مالك يا بابا؟ لا ابدا يا حبيبي، قبض على شمس بنت عمك. الكلاب! طب وقبضوا عليها ليه؟ وعمك حالته خطر في المستشفى، ربنا يشفيه. على فكره يا ايمن مش عمك هو اللي بلغ عليك، صدقني يا بابا. وانت بتصدق برضو الكلام ده يا بابا؟ اللي بقولك عليه ده حقيقه يا ايمن. واضح ان عمك كانت حالته ملخبطه قوي الفتره اللي فاتت، يظهر انه كان مغضوب عليه بدليل انهم قبضوا على بنته قدامه. بقول لك ايه يا سي درويش، هو احنا هنفضل مزروعين هنا كتير جنب الزرع ده ولا ايه؟ احلال انا واحلال. يا سيدي انا ماليش دعوه بقلقك ده يا اخي. طب روحنا انا حتى عشان لو جت ما بقاش قاعد في وسطيكوا زي العزول، اصل الصراحه بيبقى شكلي وحش. بعدين بيني وبينك انا ببقى محرج شويه، بالك انت انا لو معايا ابو بولا وقاعد اغرد جنبيكوا ولا كان يهمني. ولا ايه يا حلاوه؟ انا مش فايق. والله العظيم ولا انا كمان فايق. انا يا جدع قدامك اهو حلاوه بشحن ولحم، فايق ايه؟ استنى اشوف لك فايق ده يمكن راح هنا ولا هنا. يا اخي فايق، يا حاج فايق، يا فايق افندي اهو. ولا رد عليك ولا عبرك حد. طابة خفيف في واحد جاينا حته فعلا. يا ده يا دوق ايه؟ لا يكونوا عرفوا مكاننا وجايين يقبضوا علينا. ده انا ما جهزتش شنطه هدوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. درويش ايوه الحقيقه انا جاي لك مرسال علشان اقول لك انهم قبضوا على الاله شمس. العب يا اللي بتلعب. قبضوا عليها ليه؟ تعترف بمكانك. لما انت عرفت منين يا كابتن؟ طريقتنا احنا بقى. ادخل. في واحد بره بيسأل على جنابك بس مش عايز يقول اسمه، بيقول ان هو بيعرف اخبار عن درويش. درويش خليه يدخل فورا. حاضر. جاي لحد هنا من رجليك؟ لا جاي اسلم نفسي ابراهيم باشا. طبعا لما حسيت ان احنا قربنا نوصل لك قلت اسبق واجي برجليا، مش كده؟ لا يا باشا، لا جاي عشان تفرجوا عن شمس هانم وادخل السجن مكانها. اخيرا حسيت بالمصايب اللي سببتها لها هي وابوها. عمري ما حسيت بالذنب الا في اللحظه اللي عرفت فيها انهم قبضوا عليها. كمان مرض ابوها جامد قوي. السلام السلام، قلبك كبير يا قاد. ممكن اسالك سؤال يا باشا؟ اتفضل يا حبيبي اسال. سعادتك مصدق بجد ان عميل واني بكتب شعري عشان اهدد استقرار بلدي واخربها؟ امال اللي بتكتبه ده بتكتبه ليه يا فالح؟ انت عارف يا ابراهيم باشا وانا عارف في فرق بين النظام والبلد. انا معترف ان انا ضد النظام لكن مش ضد بلدي ابدا، واللي يقول غير كده احط صوابعي في عينيه. وإذا كان اللي بتكتبه ده شاطر لا بيقدم ولا بيأخر، يعني ما بيغيرش حاجة. أبقى قلت ورزقي على الله. مسكين يا درويش، أنت مش فاهم حاجة. مش مهم أفهم، المهم إن أنا جيت لكم برجليا. اللي عاوزين تعملوه عملوه وخلصوه بقى. شوف يا درويش، إحنا ممكن ما نعملش معاك أي حاجة بس بشرط واحد.
تقبله من غير مناقشة.